خطوة واحدة تفصل منتخب مصر الأول لكرة القدم عن بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حينما يحل ضيفاً على نظيره السنغالي مساء غد الثلاثاء بإياب الدور الفاصل من التصفيات. وتمكن المنتخب المصري من حسم لقاء الذهاب في ملعب القاهرة لمصلحته على حساب أسود التيرانجا بهدف دون رد، ويكفي منتخبنا الوطني التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي. وكان المنتخب المصري قد بلغ كأس العالم في نسخ 1934 و1990 بإيطاليا و2018 بروسيا، وتأهل منتخب مصر إلى الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022 بعد تصدر مجموعته في المرحلة الماضية برصيد 14 نقطة، حيث استهل المجموعات بالفوز على أنغولا بهدف نظيف، ثم التعادل مع الجابون بهدف لكل منهما، قبل أن ينجح في الفوز على شقيقه الليبي بهدف واحد في القاهرة وثلاثية في طرابلس، ثم انتزاع نقطة التعادل من الأراضي الأنغولية بعد مباراة متقلبة الأطوار، وأخيراً الفوز على الجابون في ملعب برج العرب بهدفين مقابل هدف. التحدي الأكبر في مباراة الغد بين الزملاء في صفوف ليفربول الإنجليزي، نجمنا المصري محمد صلاح ونظيره السنغالي ساديو ماني، حيث يتنافس كل منهما من أجل قيادة منتخب بلاده لحجز بطاقة الترشح والعبور إلى مونديال قطر. الجماهير المصرية تضع ثقة كبيرة في رجال المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على العودة بالتأهل من أراضي السنغال ورد الاعتبار أمام أسود التيرانجا بعد نهائي النسخة الأخيرة من الكان.